وبننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها بعالم الجمال وتحديدا بالعناية بالشعر خلال فصل الصيف. نور دائما بنشوف الصبايا اول يعني اول شيء بتضرب عيننا عليه هو الشعر، فانا قديش شعراتك حلوين. صحيح، بس بتلاقي قد ما حاولتي تعتني يمكن بالشعر بالصيف وتحاولي يمكن تفتحيه تصبغيه، بس دائما بتلاقي في شويه تعب، بتخسري شوي من بريقه لما تعرضي شعرك للصبغات بشكل مستمر. صح، ولانه الاطلاله ما بتكمل غير بالعنايه بالشعر. بيسعدنا نرحب بخبير التجميل عساف عساف لنضوي على مجموعه من النقاط يلي بتخص العنايه بالشعر. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير، الله يخليكم يا رب. يسعد صباحك. بالبدايه يعني كلياتنا بنطمح دائما لاطلاله جميله وشعرنا يكون متالق، بس الصبغات نوعا ما بترهق الشعر، يعني قد ما قالوا لك الصبغه العاديه لو ما عرضته للميش للاشخر بتكون هي اخف وقع ضرر على الشعر، بس فعليا قديش بخسر انا من فينا نقول بريق الشعر او من طبيعته، يعني حافظ على لونه بتقول لا يا ريتني خليته على لونه احسن. تمام، هلا اذا بدنا نقول انه في شيء اسمه صبغه طبيعي يعني مو موجوده هي القصه دائما العاديه، يعني بيقولوا لك اخف ضرر من الاشقر والماش، بيقول لك اقل ضررا حتى. تمام، هلا بالنسبه لموضوع الصبغات هي بشكل دوري دائما، يعني اللي بيتعود على موضوع الصبغه تقريبا حسب الوانها بنلاقي اللون الاشقر بيصبغ على مده اطول، اللون الغامق فورا ببين فرق الشعر على الشيب، كله له مساوئ. طبعا ما في احلى من الشعر الطبيعي، حلو الموضه، يعني بصير في شغلات حلوه بالشعر بتخلينا انه مو دائما نعلق بالصبغه. انا شخصيا ما يعني ما كثير بشجع موضوع الصبغه دائما، يعني فينا نعمل الوان، فينا نعمل فلاشات بالشعر، فينا نعمل تخصيل تلوين، يعني شغلات خفيفه للي ما عنده شيب، يعني لانه في مشكله انه بس علقنا بموضوع الصبغات قتلنا موضوع البصله والميلانين واللون تبع الرسم تبع الشعر. هذا الموضوع يعني نحن مو عم كمان عم انه نخلي العالم تبطل تصبغ، لا، بس طبعا بشغلات في شغلات كثير حلوه وبتطلع جميله، تخصيل فلاشات بالشعر بتعطي الوان حلوه ورونق حلو وموضه بنفس الوقت. هيك خلينا نحكي ايضا عن الدارج والموضه باي شيء بعالم التجميل. بيقولوا لك في مثلا موضه الازياء دارجه هي الالوان، بالشعر خلينا نحكي في موضه دارجه خلال هي السنه، او بتفضل انت انه سيده تتبع هي الموضه ولا لا بتحس انه كل سيده لازم يعني تعمل الشيء اللي بيناسب بشرتها اكثر؟ تمام، هلا موضوع الموضه موضوع كثير حلو، ولكن يعني في شيء انه اكثر شيء بيلبق للشخص انا برايي انه بيساوي، يعني اي ست او اي صبيه الشغله اللي بتلبق لها اكثر يعني بتساويها، بغض النظر انه في ناس بتحب موضوع المكياج، هلا اي لون بيلبق لاي ست بس تشتغل بحالها بالمكياج. تمام؟ اما بلا مكياج طبعا بنلاقي الاصفر، اوقات في ناس كثير بيعطي صفار للوش ببهت الوش، بنلاقي اللون الغامق اوقات بكحل وشها، يعني بناسب لون اكثر من لون، ولكن اذا اشتغلت على حالها بالمكياج ممكن يلبق لها ويطلع كثير حلو. طيب خلينا نحكي، دائما في مقوله شائعه انه إذا قصيتي شعرك بشكل مستمر كل 3 شهور بتحافظي نوعا ما على نضارته، بتقتلي فينا نقول الميت منه وطرافه المقصفة، قديش هي القصة صحيحة؟ والتوقيت يعني إذا نقول كل قديش فعليا، يعني أنا مثلا بقول يعني بدي عمر ليطول هالقد، فبعد 3 شهور بدي قصهم هيك بلحظة، يعني التوقيت الصح إنه لو تأخرنا شوي معلش ولا لا؟ هلا هو صحيحة طبعا تطريف الشعر هو تنظيفه، لانه نحن عم نتعرض لهواء لشمس لمي كلسيه. صحيح، هذا الموضوع ضروري الطرف، يعني ممكن 2 لـ3 شهور كثير موضوع كثير صحي وكثير لازم يكون لاي ست، يعني اطراف الشعر بتبين بتصير فيها تقصير طبعا تنظيف بضل اجمل واحلى وارتب. كنا عم نحكي عن موضوع القص، خلينا نحكي تقنيات القص اليوم بتاثر ممكن تضرب الشعر، يعني بنشوفي اشخاص بيقصوا على الناشف، في ناس مثلا بتستخدم الماكينه، في ناس على شعر مبلول، توقيت القص كل هاي القصص ممكن تاذي الشعر بدال ما يعني تعمل مفعول عكس تنظف الشعر. هلا موضوع القص على الناشف يعني
نحن متعودين دائما انه قصاتنا كلها تكون بعد حمام، حمام الشعر من طرفه من قصه. هلا موضوع التفريغ ما بينجح الا على تشطيب الشعر او تفريغه، مشان نعطيه الفوليوم، نعطيه العباوه بالشعر، يعني يطلع الكوب الصح، يعطي البومبي هيك النفخه اللي بالشعر تطلع كثير حلوه، يعطي عباوه. هي بدها الناشف اكيد 100%. موضوع التشفير التشطيب بالشعر اكيد بيلعب دور، مثلا عندنا شعر خفيف بيعطيه فوليوم، بيعطيه عباوه، بتطلع الكوب القصه اجمل واحلى. موضوع القص على المي هو الصح يعني، ولكن التفريغ والتشطيب بيعطي فوليوم، بيعطي عباوه، بيعطي شكل. طيب التوقيت، توقيت القص، يعني دائما بنسمع انه مثلا موسم الباذنجان القص احسن. موسم مين؟ الباذنجان. بس لان هي مقوله دائما بتقول لما يكون القمر، كثير بنسمع مقولات من اهالينا انه هذا الوقت الانسب لقص الشعر. لا لا، قديش هي مده الصحيحه اللي بنحكي عنها؟ لا لا ابدا، موضوع ما له علاقه. حكينا قبل مره عنها انه هذا موضوع، موضوع الباذنجان هي فتره بصير فيها بهر الشعر، بصير فيه تساقط شعر، يعني موسمي. تمام، ولكن ما له علاقه بالنسبه ل ايمت ما حبيتي فيك. وقت ما في مشكله باي وقت، ايمت ما حبيتي فيك تقصي شعرك. طبعا لانه هذا الموضوع اساسا بغير نفسيتك، بغير يعني هيك. خلينا نحكي عن فصل الصيف والعنايه بالشعر نتيجه الطقس المرتفع. يمكن الصبيه بتضطر تحمم شعرها مره او مرتين باليوم، في كثره حمام زايده عن باقي الفصول. رح نسال اذا هذا الشيء قديش بيضر وكيف ممكن نحن نعتني بشعرنا. تمام، هلا انا برايي هذا الموضوع كثير غلط، وعلميا غلط، مو بس لانه هيك، علميا غلط. يعني المفروض الشعر خلال الاسبوع يتحمم 3 مرات للاربع مرات بس. واذا حممنا ما بصير، يعني في ناس يعني ما تواخذيني بالكلمه، طريقه حمامها عنيفه بتكون، عنيفه بتكون بالحمام يعني سوري. هو التدليك دائما اضبط، و ما بنفتح مسامات، بصير الحمام الدائم والتدليك القوي بصير يفتح مسامات، بصير الافرازات اكثر، بصير الشعر بالعاميه بيزيت اكثر. فالحمام انا برايي حمام الجسم ما له علاقه بحمام الشعر. تمام، بالنسبه لموضوع النظافه، ولكن الشعر اكيد بيتحمل يومين وثلاثه اذا نحن قدرنا نحافظ عليه بانه ما نعرق كثير. ما طيب خلينا نحكي عن صبغات الشعر. يعني في كثير من الصبايا او السيدات عم يتابعونا شعر ابيض، بتقول لك انا الصبغه ما بتلقط على شعري، عم تحاول بشكل مستمر تصبغ شعرها، فينا نقول بشكل شهري. قد ايه بتاثر فينا نقول الصبغه على الشعر والشعر الشايب؟ يعني في كثير ناس بتلاقي بيطلع لها الشيب على بكير، فمضطره الصبيه او السيده تصبغ شعرها. هلا موضوع الشيب على بكير من الصبغات المبكره، يعني اللي الصبيه دائما اللي بتعلق بصبغات، بتبلش بصبغات بفتره يعني لازم ما تكون تصبغ فيها. هلا انا بشجع الشيب بعد نسبه فوق 50%. تمام؟ ايه، لانه بصير يقوى الشيب عندها، كل ما صبغت بيقوى الشيب. يعني هي نحن بننصح فيها دائما بصالوناتنا، مع الناس اللي بنقدر نقدم لهم نصيحه ويتقبلوها. موضوع الشيب انه ما عم تلقط الصبغات بيكون مع، يعني هلا هذا الموضوع بده ثقافي بهذا الموضوع. ليش؟ لانه عندنا في الوان دائما بالصبغات، في الوان اساسيه وفي الوان مركبه. طبعا وقت بدنا نبلش بالوان مركبه ما حتلقط. نحن وقت بنحب لون مركب بنختار اللون الاساسي وبنضيف له الوان مركبه، الوان الفواصل يعني، وبيلقط 100%. طيب عساف خلينا نحكي عن الامور الحياتيه اللي بنسويها يوميا وممكن بتاذي الشعر. منا تسريح الشعر، يعني في ناس بتقول لك انه تسريح الشعر وهو بلا بلسم او هو مبلول او تسريحه من فوق لتحت ممكن يتقطع. خلينا نحكي عن التسريح الصحيح للشعر واختيار الشامبو اليوم المناسب. تمام، لكل شعر. تمام، موضوع البلسم دائما في ناس بتقول انه البلسم بزيت لي شعري. طبعا هي شائعه غلط. موضوع البلسم او بهر الشعر صحيح، ابدا ما انا صحيحه هاي القصه. ممكن وضع البلسم انه في ناس بتحطه على الجزر ف
تماما بزيت وقت اللي بنحطه على جزر عفوا بصير بزيت الشعر. اما نحن هو موضوع البلسم لتسليك الشعر يعني لنمشي الشعر صح. وقت اللي بنمشطه بيتمشط معنا بطريقه كثير سهله وكثير ظريفه. بلسم فينا نحطه على طرف الشعر ونخليه دقيقه ونمشط ونفوح الشعر. مساعد يعني بدل ما الصبيه او ست هو مساعد وليس معالج للشعر البلسم حسب صفته. يعني في انواع ممكن معالجه فيها تركيبه معينه بتخدم هذا الشعر او بتفيده هيك. طيب خلينا نحكي عن التاتو. يعني مع فصل الصيف بتلاقي الناس بشكل اكبر بتتجه نحو التاتو، بتلاقيها عم تعمل وكثير عم نشوف هلا التاتو بكثير تفاصيل، يعني تاتو الشفايف، اللاينر. خلينا نحكي عن فوائد التاتو ومخاطره. يعني في كثير صبايا عم يعملوا بعمر صغير، هلا بتلاقيهم رايحين ليعملوا تاتو نوعا ما، بتلاقي بعمر كبير مبكر وصغير، بس بنفس الوقت موضه حابين يمشوا فيها الصبايا. تمام. هلا موضوع الموضه وموضوع الاراء، يعني احنا فينا نحكي عنه انه كل حدا بيحب شيء. مثلا ممكن انا احب تاتو، انت ما تحبي تاتو، هذا موضوع شخصي. بالنسبة لموضوع الحواجب، في ناس كثير مثلا عندها شعر خفيف بالحواجب، عملت تاتو لبق لها طلع كثير حلو مريح لها، بدل ما البيت مثلا ما تواخذيني بهالكلمة تفوت كل شوي تعلم حواجبها او مسح حواجبها او هيك، حلو كثير. يعني في حالات هلا عم شوف الشعر قديش عم يطلع طبيعي وصحي. طبعا كثير حلو وكثير يعني مظهر لائق. اختلف عن سابقا، سابقا كنت تشوف القاسي يعني لون غامق، هلا مع تطور التكنولوجيا عم تشوف قديش في اختلاف للتاتو، عم يكون اجمل، عم يكون يزيد جماليه الصبيه. دائما عم نواكب الحضاره يعني. بالنسبة للتاتو بيعطي جمالية صحيح، وبيعطي بالنسبة للحواجب يعني. بالنسبة لموضوع الشفاف كمان كونتور الشفايف كمان أمر شخصي، في ناس بتحبه في ناس ما بيأذي يعني، لأنه الشفايف كتير رقاق ولا حسب الجهاز. هلأ أكيد ما بيأذي، بس بدنا نحكي عن طريقة اللي عم يشتغل فيه، بده يكون في عنده خبرة أكيد. صحيح. مو أي حدا منشوفه عم يعمل تاتو منقول له. ودائما بفضل البروفات قبل، نعمل بروفا نشوف هذا الشيء بيلبق لنا قبل ما نبلش فيه مشان ما نندم بعدين. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا خبير التجميل عساف عساف لكل المعلومات اللي قدمتناها. خليلي اياكي. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك.